واش هاد الناس كيضحكوا علينا ولا شناهو؟ قالك له راه كاينينش فينا من الصباح مصورين، دابا جينا ما لقينا والو. دور شوف لي بنادم دابا هادو واش كيضحكوا علينا ولا شناهو؟ ما فهمنا والو، 10 ونص ما لقينا والو. مشاهدي اوريزون تي في اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم الى عدد جديد من برنامجكم الرياضي زوم سبور، والبدايه طبعا بالمباراه التي سيحتضرها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وستجمع بين فريق الوداد الرياضي ووفاق سطيف الجزائري. فجماهير فريق الوداد الرياضي عبرت عن غضبها وسخطها من سوء التنظيم والطريقة التي وضعت بها التذاكر رهن إشارة هذا الجمهور، حيث وضعت كازا إيفنت تذاكر محددة على مدار 3 أيام، هو الشيء الذي لم يتقبله جمهور الوداد الرياضي الذي أتى منذ الصباح الباكر ولم يجد تذكرة له. هذا السؤال حملناه إلى فريد المير مستشار بكازا إيفنت، فكان جوابه كالتالي: بالنسبه لهذه المقابله فهي مقابله كبيره وكينتظرها الجمهور، وغادي توفد جمهور قياسي اللي غادي يعمر المركب الرياضي محمد الخامس، والشعار ديالها دونور كي غادي يدور. فكازا ايفنت بتنسيق مع فريق الوداد الرياضي فطرحت 40500 تذكره. 40000 علاش؟ لانه خلينا بعض التذاكر المقدره ب 2000 تذكره للشركه الراعيه حسب دفتر تحملات الشركه الراعيه ديال لاكاف اللي كتكلف التسويق ديال المقابلات ديال الشامبيونز ليغ. وبالنسبه للحصه ديال الفريق وفاق سطيف مقدره ب 2000 تذكره. كنا في السابق كنحطوا التذاكر كلها في يوم واحد، ولكن لقينا انتقادات كبيره من الجماهير ولا من الصحافه الرياضيه، فارتئينا في الموسم الفارط فنديروا مبدا ديال الحصيص، وهي نقسموا دوك التذاكر المعروضه للبيع نقسموها لايام ديال الايام 3 أيام او يومين ديال البيع، باش يتمكن الجمهور اللي ما خداش في اليوم الاول يقدر ياخذ في اليوم الثاني واليوم الثالث. وعلاقة دائما المشاهدين الكرام بما تعيشه جماهير الوداد الرياضي من اقتناء تذاكرها قصد دخول مباراة الوداد وفاق سطيف، كان سؤال آخر يحير جماهير فريق الوداد الرياضي هو ظاهرة السوق السوداء التي تنشط بشكل كبير في مثل هذه المناسبات. هذا السؤال سألناه لفريد المير فأجابنا هكذا: أنا لا أظن السوق السوداء منتشرة بشكل كبير هنا في الدار البيضاء، بالعكس من ذلك فاحنا عطينا التعليمات ديالنا لدوك الناس اللي مكلفين بالبيع، باش ودرنا حتى في البلاغات ديالنا باش المكلف بالبيع ما يبيعش أزيد من تذكرتين لكل شخص. لذا فهاد الظاهرة ديال السوق السوداء ما نظنش واش منتشرة بشكل كبير هنا في الدار البيضاء، ما عاد الا كانت شي حالات منفرده فما كانش زعما، الا كان شي حاجه يكون تواطؤ ما بين ذاك السيد المكلف بالبيع والسيد اللي جا شرا، ما نظنش واش غادي يكون ياخذ بواحد الكميه كبيره، ياخذ يمكن 3 ولا 4 ديال الاوراق ويعاود فيهم البيع. هذا شيء يقدر يكون وارد. ونبقى دائما مشاهدي الكرام مع مباراة الوداد الرياضي وضد وفاق سطيف الجزائري، حيث يستعد الفريق الأحمر تحت قيادة المدرب عبد العزيز السكتيوي لهذه المباراة بجل عناصره. إبراهيم النقاش ومحمد وناجم يتكلمان عن الاستعدادات وكذلك الطموح في هذه المواجهة. اللاعبين عندهم واحد الحماس واحد القوة أنهم غيلعبوا في الميدان ديالهم أمام الجماهير الغفيرة إن شاء الله اللي غتحج. خاصنا نستعدوا للمباراة كماتش بالنسبة لنا حنا كمحدثين، يعني كما تنقولوا يمكن هذا الفينال قبل ما يوصلوا الفينال، هذا النهائي بالنسبة لنا خلاص إن شاء الله نسردوا. ونادي الجمهور ديالنا ان شاء الله تتبعوا في هذه المقابله هذه، ولعبه ان شاء الله كلشي مكونسونتري وكلشي مأول على الرجل اننا نفرحوا كاع زعما المغاربه. انا عندنا شي خيار اخر ان شاء الله من غير الرباح، وعارفين الجمهور ديالنا يعني ما كيبقاش علينا وديما بنتنا وغيتساندنا ان شاء الله نتشرفوا. أكيد مشاهدي الكرام المباراة لن تكون سهلة لفريق الوداد الرياضي أمام فريق وفاق سطيف، ولكن فلا شيء مستحيل في عالم كرة القدم، وكذلك للوداد الرياضي أمام جمهوره بالدار البيضاء، حيث من المؤكد أن الجماهير القلعة الحمراء ستكون حاضرة تحت شعار دونور إدور، وهذا شعار وضعته كذلك جماهير فريق الرجاء الرياضي، حيث من مباشرة المشاهدين من دوري أبطال إفريقيا
إلى كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث سيواجه فريق رجاء الرياض يوم الأحد القادم فريق كارا برازافيل في مباراة تندرج ضمن دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي. فريق رجاء الرياض يستعد لهذه المواجهة، خاصة وهو منتشي بالتفوق الأخير من برازافيل بهدفان لهدف واحد. أهداف رجاء الرياض مشاهدين للتذكير سجل كل من رحيمي وكذلك بن حليب الذي أصبح متصدرا للمسابقة. وعلاقة دائما بفريق رجاء الرياض، فقد وقع اللاعب الجابوني مولر في كشوفات فريق رجاء الرياض كآخر انتداب لهذه السنة، وهذا اللاعب يشغل مركز ظهير أيسر. ومن جانبه فريق النهضة البركانية يعد العدة للمواجهة القادمة أمام فيتا كلوب، وهو عائد بهزيمة قاسية من كينشاسا بثلاثة أهداف لهدف واحد. المباراة لن تكون سهلة أمام أبناء الجعواني، خاصة أن الفريق منهزم أمام فريق صعب الميراس، ولكن لا شيء صعب على أبناء المنير الجعواني، خاصة أن الفريق البركاني سيستقبل بالملعب البلدي ببركان وسيكون مدعما بجماهيره في هذه المباراة التي ستجرى أطوارها يوم الأحد القادم. والآن ننتقل إلى مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن فريق إفسي برشلونة من الفوز على إيندوفن الهولندي بأربعة أهداف لصفر، فيما فريق انتر ميلانو تمكن من الفوز على توتنهام بهدفان لهدف واحد. أما أتلتيكو مدريد فتمكنت من الفوز على فريق موناكو بهدفان لهدف، بينما ليفربول تقصو على باريس سان جيرمان الطامحة في كل موسم للوصول إلى أدوار متقدمة، إلا أن مرة أخرى تصطدم بهزيمة أخرى، هذه المرة أمام ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين. وفي مباراة اليوم مشاهدينا الكرام، فريق مان سيتي يواجه ليون الفرنسي بداية من 8 مساء، في نفس التوقيت ريال مدريد يواجه روما، وتعتبر هذه المباراة من أبرز مباريات هذا الدور، بينما فالنسيا تستقبل يوفنتوس الإيطالي بنجمها كريستيانو رونالدو. المباريات ستنطلق بداية من الساعة 8 مساء. مشاهدينا الكرام، الآن وصلنا إلى الفقرة ميكرو زوم. ميكرو زوم مشاهدي الكرام من مركب محمد الخامس. وجماهير الوداد الرياضي غاضبة من الطريقة التي وضعت بها تذاكر المباراة القادمة للوداد أمام سطيف الجزائر. لما سندناش للعابة ديالنا باش غنجيبوا الرباح، التذاكر موجودة ماشي ما موجوداش، هما حكموا علينا بجوج فرقة وخدموا واحد ساعة المكانق وحبسوا، هادشي ما فهمناش علاش، هادشي ديما حنا تيوقع علينا في أي ماتش كنكونوا كنحبوا الجمهور كامل تيكون غادي ليه. خويا واش هاد الناس كيضحكوا علينا ولا شناهو؟ قالك لو راه كاينينش فينا من الصباح مصورين، دابا جينا ما لقينا والو، دور شوف لي بنادم دابا هادو واش كيضحكوا علينا ولا شناهو؟ ما فهمنا والو، 10 ونص ما لقينا والو. أخويا رجينا نشوفوا التيكي باقا ما لقينا حتى حاجة، كنتسناو قالوا لي تشال الجوج ليبيا. اخويا شنقول لك، ليبيا بانوا اليوم ولكن في ظرف ساعه ما بقاوش، كلش كيقول كيقول لا غيحلوش وما غيحلوش، دابا اغلبيه ديال الجماهير باقي ما خذوش الوراق. ضحكوا على بنادم اخويا الناس، وحقر جي قطع ورقه ورجع عاوتاني نهار الماتش دخل وتقدر تلقى المشاكل عاوتاني في الطريق وبزاف اصاحبي. تذكرت انفنس عاد دبتنا والله شي عاد دبتنا، وحق الرب كل مره كنلقاو مشكل. دابا انا جاي من اناسي حط لي طرونطرو في التيرمينيز ديال طرونطرو وجاي شوك عطات اللاجينه واش ما لقاش. كيضحكوا علينا اخويا الناس هذو حقر، باش حقدوا على التيران والله تاع نبقاو نجيو التيران، والله تاع نبقاو نبغيو الوداد وديما الوداد. الوراق سالو مع شي 10 ونص بحال هكا، كنا سباقه دابا الكرياج هادي 30 درهم واصله دابا 70 درهم 80 درهم، وديال 50 واصله 100 درهم بحال هكاك 130 درهم. كنتمنوا من المسؤولين يديروا لنا شي حل، وكنتمنوا الفريق الوداد البيضاوي التوفيق وديما الوداد، وحنا راه غنربحوا التيران راه داير ان شاء الله. غتربح الوداد 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. وبطبيعه الحال فمن حق الجماهير ان تتكلم عن ان يكون هناك تنظيم، خاصه انه ربما شركه كازا ايفنت، فهناك امور يجب اصلاحها، لانه لا يجب ان نرى دائما الجماهير تعاني قبل ان تلج الملعب. لأن مشاهدي الكرام وصلنا للفقرة الأخيرة، وهي فقرة صورة اليوم. صورة اليوم مشاهدي الكرام أو فيديو اليوم هو للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والهدف
الذي نشاهد مشاهدي الكرام الهدف الذي قد وصل به إلى الهدف 500 في مساره، طريقة تؤكد على أن هذا اللاعب سيستمر في العطاء حتى وإن وصل هذا السن المتقدم. تعليقاتكم مشاهدي الكرام بخصوص هذه اللقطة وكذلك للبرنامج وصبوا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم زوم سبور، على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. We'll be right back.